بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة بانطلاقة أسبوعنا الثاني لسن الصغار، وهذا اليوم الخاص بلقاي أبناء القبائل 16 من شهر سبتمبر لعام 2023 للميلاد. ننطلق عبر 25 شوطا لمسافة 4 كيلومترات عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياسر الرياضية. نسير مرحبين بالحاضرين في عاصمة الميادين، مرحبين للمتابعين لقناة ياسر الرياضية. أول الأشواط للأبكار لقاية المحليات الأصايل مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى شواهين خليفة بسلطان بن رشيد السويدي، يتقدم على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، القادمة هناك اللي هي عالية، عوض بن حمدان بالكيلة العامري يقدم لنا عالية، أخذت المركز الثاني. المركز الثالث وصول من العزوم، علي بن عبد الله بن سيب بن سباع الاكتبي أخذت المركز الثالث. المركز الرابع، القادمة في رابع المراكز سمحة، سالم بن سلطان بن غالب المنصوري وصل خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس الضبي حمد بن عامر بن تريس المنصوري خذ المركز الخامس. وسادس المراكز القدوم من العزر لعبد الهادي بن مسلم بن احمد بن حربي العامري، وصل بهذه اللحظات وتقدم من خلال هذه المنافسة. وصايف وصلت في هذه اللحظات لسهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي، يتقدم شعار بن نوبي احد الشعارات الخطيرة في هذا الشوط من خلال هذه المنافسة القوية والعملاقة. ناخذ ايضا المراكز المتأخرة في ايضا المركز التاسع، المركز التاسع القدوم والوصول ايضا من اليعقوبية، عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن الزعابي وصل بهذه اللحظات، وصلت حضور هنا القادمة بشعار غانم بن حمد بن مطر بن نص المنصوري، يتقدم من خلال هذه المنافسة القوية والعملاقة. والدخول الآخر هناك اللي هي من حاف ياسر بن حسن بن علي المهري، وأيضا شعار الزرعي مع أيضا منارة سعيد بن راشد بن سعيد الزرعي، يتقدم من خلال هذه المنافسة. ولكن عودة إلى شواهين، عودة إلى شواهين، يتقدم أيضا خليفة بن سلطان بن رشيد، يقود شواهين في المركز الأول في الصدارة الأولى في المقابل المقدمة الأولى على الصدارة على المركز الأول في منافسة قوية في تحدي مثير. هي في المركز الأول شواهين على الصدارة، شواهين على المركز الأول. المركز الثاني شعار وثباوي قادم بكل قوة من خلال تواجد سمحة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الثالث وصلت عالية عوض بن حمدان بالكيلة العامري في المركز الثالث، وصايف في المركز الرابع، وصايف تقدمت لسهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي يقدم لنا وصايف، وصلوا ابناء السلطنة ايضا يتقدمون من خلال منارة، منارة لسعيد بن راشد بن سعيد الزرعي يتقدم ليقدم لنا ود الشري هذا الاسم وهذه الانطلاقة من خلال هذا الاداء المتميز. بينما الوصول الاخر هناك ميزة، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم، وحميد بن محمد بن رامس اليحافي احد شبابنا المضمرين الذي يرافق ميزة ويرافق شواهين في هذا الشوط من خلال الخبرة ومن خلال تقديم هذه النوعيات. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، تاسع المراكز هذه العزرة لعبد الهادي بن مسلم بن احمد بن حربي العامري، وصلت في هذه اللحظات حضور غانم بن حمد بن مطر بن نص المنصوري. يا سلام، اداء متميز وجميل للغايه من خلال هذه المنافسه الرائعه المميزه. ولكن عوده شواهين على المركز الاول، شواهين على الصداره الاولى، خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم بمانع ليقدم هذا الاداء
ليقدم هذه النجومية. يوم الأمس كان له حضور في سن الحجايج، يتواجد اليوم في سن اللقاية، والتدشين الأخير للكيلو المثير. دخلنا الغلاف الجوي غير 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 في اندفاعات الوثبة، ولكن شواهين خليفة بسلطان بن رشيد يتقدم مع شواهين على الصدارة الأولى على المركز الأول، بينما سمحة سالم بسلطان بغالب المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت عالية عوض بن حمدان بالكيلة العامري على المركز الثالث. بن مهنا حرك يا بن مهنا مع وصايف سيل بن مهنا بن نوبي المحرمي وصل خذ المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى، أبناء البوابة 11 عينهم على المقدمة قادمين مع بالكيلة، ولكن أهالي جميرة، أهالي جميرة والوثبة في المقدمة. الله شواهين، شواهين خليفة بسلطان بر رشيد يتقدم ابو مانع، يتقدم ابو سعيد ليقدم لنا شواهين. تحرك ايضا بغالب سالم بسلطان بغالب المنصوري. سمحه، سمحه القادمه، سمحه الواصله عاليه وصلت عوض بن حمدان بالكيل العامري، ولكن بن رشيد، بن رشيد على الصداره، بن رشيد على المركز الاول على مقدمه هذا الشوط مع شواهين خليفه بسلطان بن رشيد وسمحه لسالم بسلطان بغالب المنصوري. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ ايضا شواهين، شواهين وسمحه، سمحه شواهين خليفه بسلطان بن رشيد. سلام جميره، سلام، سلام بن رشيد، سلام. مشكور يا حميد اليحافي. المركز الثاني سمحه سالم بسلطان بغالب المنصوري. المركز الثالث وصلت فيه عاليه ايضا هناك لعوض بن حمدان بالكيله. المركز الرابع ايضا وصلت ميزه خليفه سلطان بن رشيد. المركز الخامس وصول وصايف سيل بن مهنا بن نوبي المحرمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام تاتي هذه الانطلاقه وتاتي هذه الاندفاعه في اول اشواط من خلال ايضا انطلاقاتنا المميزه. ناتي بالتوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني وفاء وتماما وكمالا. شواهين خليفه بسلطان بن رشيد. المركز الثاني سمحه سالم بسلطان بغالب المنصوري. توقيت الزمن 6 دقائق 9 ثواني جزءا واحدا من الثانيه. تهانينا لبن غالب. بينما المركز الثالث عاليه لعوض بن حمدان بالكيل العامري، عاليه لعوض بن حمدان بالكيل العامري. 6 دقائق و15 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.